أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بأن أكثر من 1100 طفل في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق يعانون من سوء تغذية حاد. وتظهر إحصاءات أجرتها المنظمة في الأشهر الأخيرة أن الأطفال في الغوطة الشرقية يعانون من أشكال عدة من سوء التغذية، من بينها النوع الأكثر خطورة والمعروف بسوء التغذية الحاد الشديد.